يا ترى خيط الفرو اقدر اعمل بيه ايه؟ شكله دايما بيجذبني في المحلات، بس مش بعرف اعمل بيه اي حاجة. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. خيط الفرو خيط جميل جدا، دايما بيجذبني في المحلات، وفي البعض مننا اشتراه كمان وركنه عنده لانه مش عارف يعمل بيه ايه. ببساطة شديدة، خيط الفرو استخداماته كتيرة جدا ومتعددة قوي، زي ما عملنا منه اللاكلوك ده بنقدر نعمل منه كمان شنط، بنقدر نعمل منه بطاطين، نقدر نعمل منه حاجات مختلفة جدا زي ما انتوا شايفين دلوقتي على الشاشة. حتى شكل الشنطة نفسه بيختلف من موديل للتاني، وكل سنة بينزل في الماركات العالمية منه حاجات كتيرة، بس لمجرد ان هو خيط فرو. فخيط الفرو خيط غني قوي وبنقدر نعمل منه حاجات حلوة قوي. طب يا ترى بيجي شكله عامل ازاي؟ خيط الفرو زي ما انتوا شايفين على الشاشة كده، ده اشكاله، وده كمان من ضمن اشكال خيط الفرو، ولكن خلينا دلوقتي في الشكل الضخم ده اللي بيحير دايما ناس كتير. خيط الفرو ده زي ما قلت لكم انا عملت منه بطانية، لسه طبعا ما خلصتش لان تكلفتها خرافية، وعملت منه السليبر ده، وشغالة حاليا برضو في قطعة لكلوك شتوي، ليه برضو شكلها حلو قوي وبتدي نتيجة تحفة، هتشوفوها في الشتاء ان شاء الله. بيجي بالضخامة دي زي ما انتوا شايفين، ضخامة الخيط عامل ازاي، واغلبه بيكون بوليستر. تمام، البوليستر هو حاجة صناعية بنقدر نستخدمها، وبيكون برضو عبارة عن مجموعة خيوط بس داخل فيها بلاستيك مع الاقطام، وده بيجي برضو كخيط فرق. زي ما انتوا شايفين الفرق ضخم، ولكن ده وده بنفس سعر بعض، وبيجوا تقريبا بنفس الوزن كمان. البكرة بتعمل 18 متر، وهي بتكون مش ضخمة كتير ولكن بترمي شغل يعني، ولذلك هما مش بيحطوها دايما ضخمة قوي، على الاقل عندنا في العالم العربي يعني. زي ما انتوا شايفين بيكون شكلها عامل كده، وده بيكون شكله عامل كده. وعلى فكرة انا استخدمت اللون الابيض وبرضو بيديني نفس الضخامة اللي بتبقى موجودة في الخيط ده، فعادي جدا ان انا اجيب ده واستخدمه. وكمان بيجي خيط الفرو بشكل تاني مختلف خالص، ومستحيل نتوقع انه خيط فرو. زي ما انتوا شايفين ده يمكن ارخص حاجة في خيوط الفرو، وبيجي بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، بيبقى عبارة عن فتلة ومزجزج حواليها خيوط. الخيوط دي بتديني تعشيقة شكل الفرو لما اشتغلها، وطبعا خيوط الفرو بنشتغلها بالاحساس اكتر حاجة يعني، ممكن ما نبصش خالص على اللي احنا بنشتغله، ولكن لازم نلمس بصوابعنا مكان فتحات الغرز، فده بيكون رخم اكتر من الخيط ده، وطبعا مش بقدر اشتغله غير بإبرة، ويفضل قوي ان هي تكون ابرة صغيرة. وبكده اكون اديتكم فكرة بسيطة عن خيط الفرو، تستخدموه في ايه، ويا ترى ايه اشكاله والحاجات الجميلة دي، وبنروح نشتريه بدون ما نعرف نعمل بيه ايه تحديدا. انتظروا الايام الجاية برضو هتلاقوا حاجات عن خيط الفرو، منها في الشتاء واغلبها هيكون في الشتاء لانه خيط شتوي. وبكده اكون خلصت النهاردة. لو عجبكم اللي احنا عملناه لايك وسبسكرايب، وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد، وانتظروا الفكرة الجاية، ورمضان كريم. مع السلامة، باي.